مساء الخير على كل مشاهدينا وكل أحبائنا. رمضان كريم ورمضان يجمعنا على خير. النهاردة أمسية رمضانية من العيار الثقيل، أمسية حقيقية لدنيا الاحتراف على قناة الصحة والجمال. النهاردة أمسية يعني أقول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله. من النهاردة معايا بقى فقرتين، كل فقرة يعني نارية. أول فقرة بالنسبة لنا النهاردة تجربة مصرية زي تجربة بيراميدز لشاب مجتهد على أرض مصرية بينجح ويقول أنا موجود، أنا شغال صح على أرضي في بني سويف وعمل شكل ومنظر رائع. عشان كده جه النهاردة في برنامجكم دنيا الاحتراف، عاوزين نعرف إيه تجربته، إيه شكل الاستثمار، إيه النسبة للنادي، هل النادي ده مشهر ولا لسه تحت التشهير. هنشوف التجربة، وهل يا ترى كابتن أحمد طلب هو رئيس مجلس إدارة النادي شغال لوحده ولا معاه فريق عمل كبير. النهاردة جاي النهاردة يقول تجربته الحقيقية في دنيا الاحتراف. الفقرة التانية معانا بقى إيه، مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة كبيرة جدا، نجم مصري احترف في الخارج. هنشوف بين الحلم الاحتراف بين الحقيقة والاحتيال. هنشوف كابتن خالد بيبو هيحكي عن تجربته الاحترافية المصرية الأوروبية، وهيكون معانا في الفقرة الجاية. ولكن طبعا قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف التقرير بخصوص دنيا الاحتراف، وأيضا نشوف موهبتك قالت إيه بالنسبة للفترة اللي فاتت. ولكن طبعا قبل ما أبدأ وأشوف التقرير بقول شكر خاص للأستاذة العظيمة والكبيرة الصحفية المتألقة الأستاذة نعمة مدحت رزق بالنسبة لجريدة أخبار الوطن نيوز. شكر خاص لتخطيط برنامج دنيا الاحتراف في مثل إن هي فعلا بتفعل ما تريد في الجريدة، وتغطية خاصة لبرنامج دنيا الاحتراف. من هنا من قناة الصحة والجمال من برنامج دنيا الاحتراف أرسل تحية والتقدير للأستاذة نعمة مدحت رزق. فعلا شكرا أستاذة مدحت، شكرا أستاذة نعمة على التغطية الرائعة. نشوف التقرير ونرجع لكم مرة أخرى ونتكلم بقى على التجربة المصرية الاحترافية مع كابتن أحمد طلب. طبعا شفنا التقرير وشفنا برنامج دون الاحتراف وأيضا موهبتك. بتعلن برنامج دون الاحتراف عن مبادرة المدرب الأساسي لدعم المدربين كرة القدم من قطاع البراعم والناشئين. البرنامج منصة لأي مدرب محتاج يوصل رسالة عبر الصفحة الرسمية لبرنامج دون الاحتراف. طبعا كل التقدير وكل الترحيب لكل مدربين مصر، نقول لهم أهلا بكم في برنامجكم دنيا الاحتراف. وشكرا كابتن صلاح ونيس، شكرا أستاذ تامر، شكرا أستاذ نور، وكل القائمين، وطبعا مصطفى الطماوي، وكل القائمين على موهبتك ودنيا الاحتراف، وكل فريق العمل لدنيا الاحتراف. أرجع بقى لنجومي ونادي الريان ونشوف التجربة الاستثمارية الحقيقية على الأرض مصرية في بني سويف. برحب طبعا بكابتن احمد طلب رئيس مجلس اداره نادي الريان. اهلا بك يا كابتن احمد. اهلا بك يا كابتن محمد، وكل سنه وحضرتك طيب والامه الاسلاميه بخير، وان شاء الله ربنا يزول الغم عن الشعب المصري يا رب العالمين. طبعا في المقابل طبعا كابتن سيد تريكا، اهلا بك يا ابو الكباتن. انت طبعا كده يا رب مصدق، ربنا يمنع كده عنا الغم ان شاء الله كده، ودينا تبقى كويسه باذن الله ونرجع احسن من الاول. معايا طبعا الموهبه الاحترافيه الكبيره كابتن زياد. اهلا بك يا كابتن زياد. اهلا بك يا كابتن محمد، وبحب اشكر الناس اللي بتتفرج علينا واقول لهم كل سنه وانتم طيبين وربنا يشيل عنا فيروس كورونا ان شاء الله يا رب العالمين. ابدا طبعا من اليمين طبعا واخواني الاهلي اليمين طبعا. كابتن احمد طلب، قول لي بقى التجربه الاستثماريه على ارض مصريه اللي احنا بقى نشوف عليه نادي الريان، واحكي لي بقى نبذه بسيطه عن نادي الريان وعنك. هو نادي الريان ده اول سنه كان يعني تاريخ انشاءه السنه اللي فاتت، هو نادي تحت التشهير لسه ما اتشهرش، لان لسه في خطوتين لسه ما اتموش عشان نعلن التشهير. تمام. الخطوه الاولى الملعب، احنا لحد دلوقتي بنأجر، بنروح ملعب بنأجرها. الخطوه دي ان شاء الله حكايه موضوع الملعب ان شاء الله الفتره اللي جايه في قطعه ارض ان شاء الله، في واحد مستشار يعني بدون ذكر اسمه لسه ما تمش الاتفاق، هناخد ان شاء الله حته ارض في شرق النيل عندنا في محافظه بني سويف، وهنعمل ان شاء الله ملعب خاص بالنادي.
ده طبعا شهرته اصلا ولا لسه؟ لا لسه قيد تحت التشهير. تحت التشهير طبعا. او لا تحت التاسيس؟ لا تحت التشهير، هو اتاسس السنه اللي فاتت وربنا كرمنا. انت واخده فين بالظبط؟ واخده في محافظه بني سويف. فين حته في محافظه سليمان؟ في شرق النيل. ملعب عندنا اسمها شرق النيل في محافظه ملعب كبير بقى وبتاع. ده مجمع ملاعب مش ملعب واحد. الله اكبر عليك. مجمع ملاعب طبعا بندفع ايجار عادي بس يعني ده مش بيضرنا برضو. يعني بنحاول نشتغل برضو صح، ما بنبصش للماديات اكتر ما بنبص اللي احنا اللاعب بتاعنا يقدر ياخد وقته في التدريب، المدرب يعرف يطلع كل اللي عنده عشان تبقى منظومه ناجحه. تمام. طبعا خش بقى كابتن سيد، وانت مدير فني كبير طبعا وعظيم لمواليد 2006. انا ازاي بتتعامل مع الناشئين وخصوصا بقى القطاع الناشئين والبراعي؟ هو طبعا انا اول حاجه بتعلمها طبعا من كابتني كابتن علي بدر، ضربت تحت ايده فتره طويله، فطبعا فبستغل النقطه دي. فاهم حاجه بشتغل مع الناشئ طبعا في الشغل اللي هو الفني اكتر من البدني، ان الفني دلوقتي في المرحله دي بنعرف نطور اللاعب ونوصله للفورمه اللي هو اللي هي العاليه اللي هو يقدر يوصل يبقى لاعب نواه لمنتخب مصر او في انديه كبيره مثلا. فطبعا بديت معاهم فتره عاديه جدا، فتره بدنيه بسيطه مع فتره فنيه عاليه جدا ومطوشه كتير، وابتديت لحد ما حط رجلهم على الطريق صحيح وابتدينا نلعب دوري منطقه الجيزه. فطبعا اول فرقه 2006 كان اول سنه، فطبعا كنا بموضوع المواصلات طبعا كنا بنروح ميكروباص لحد النادي ونبدا نلعب مطوشه مع الجونه بني سويف. فطبعا كل ده حمل على اللاعب وحمل جامد جدا، بس اولياء الامور كانوا بيخففوا عننا المتاعب والحاجات كلها دي. فطبعا حسينا ان احنا اللعيبه اللي عندنا رجاله وعاوزين يعملوا حاجه، فاتفاجئنا بان احنا كنا رايحين هدف المشاركه. فاتفاجئنا باللعيبه الابطال اللي عندنا اللعيبه الرجاله، اتفاجئنا ماتش الاعلاميين كاسبين 2-1، اتفاجئنا ماتش شرقيه مغلوبين 1-0 بخطا مدافع بسيط جدا وعلى رغم السفر 3 ساعات لحد منطقه 6 اكتوبر، فده عبء كبير جدا على اللعيبه. طبعا ابتدينا نطمع، وصلنا لمرحله مع الدقي ومع نادي الجونه في طبعا، وعندنا اللاعب اللي عندنا كمان يبقى يعتبر ثالث هداف البطوله اللي هي منطقه الجيزه واول سنه. فالحمد لله ربنا في اللي جاي احسن باذن الله ان شاء الله. طبعا الموهبه بقى يعني اقول مواليد 2008 وعندك 11 سنه، واقول بقى تجربتك ايه وانت عندك 11 سنه، وقبل 11 سنه كنت فين وبتلعب فين دلوقتي؟ تجربه كويسه. انا الاول كنت بلعب في اكاديميه اسمها اكاديميه الاوائل، كنت بتمرن في المدرسه. هايل. بعديها لما شفت ورق يعني كانوا بيوزعوه تبع النادي فقلت فكره كويسه فروحت اختبرت وقبلوني. انت اصلا من وين بقى؟ انا من مواليد السعوديه بس انا عايشه هنا في بني سويف. بني سويف. الله اكبر عليك. يعني انت تجربتك بقى يعني اقول نفسك تكون زي مين، او انت تحب تقول تدي رسالتك ايه للناس اللي قدك؟ بقول لهم استمروا لحد ما تطلعوا حاجه كويسه ان شاء الله. وانا نفسي اطلع زي محمد صلاح، بس لو هنا مثلا في النادي المصري انا مشجع الزمالك، فانا نفسي اطلع زي مصطفى محمد. مصطفى محمد ما شاء الله. ولكن كابتن سيد هو زيزو من الهافات العاليه جدا زي حسين الشحات كده، كوره الكنترول بتاع الكوره بتاعه عالي جدا، بيعرف يخش المناطق في وقت معين، وجايب جونين السنه دي ما شاء الله. وكان بيلعب في 2006 و2008 وشارك معانا 2006. موهبه يعني. موهبه جدا وان شاء الله واضحه جدا وهتبقى نواه لمنتخب مصر باذن الله. باذن الله رب العالمين. طبعا كابتن احمد بخصوص بقى النادي، معلش بقى اعتبك شويه بقى بخصوص النادي تحديدا، مش عاوز نبذه بقى عنك. انت الفتره الجايه ناوي تعمل ايه بالنسبه للنادي الريان؟ هي الخطوه اللي جايه ان شاء الله اول حاجه يعني حطيتها في يعني من خلال حوالي 3 شهور القادمين دول ان شاء الله هيبقى متواجد باص للعيبه، لان مشكله المواصلات دي برضو احنا بنعاني منها السنه الموسم السيزون اللي فات ده بالذات. طبعا بيجي لنا لعيبه من محافظه المنيا، من محافظه اسيوط، من الفيوم، كل الناس دي اللعيبه اللي بتيجي بتتعب عقبال ما بتوصل للملعب. طبعا لو ربنا كرمنا ان شاء الله هو ده اللي محطوط الموسم ده الخطه دي. يا ريت لو في صور يا جماعه نزلها للريان. لو ربنا كرمنا ان شاء الله وده اللي محطوط من خلال 3 شهور جايين ان شاء الله هنوفر باص للاعيب، هينقل اللاعب من مكانه او من المكان المتواجد بيه للملعب، سواء تدريبات سواء ماتشات وديه سواء ماتشات رسميه. دي هتوفر لنا برضو جهد وهتوفر لنا يعني حاجات كتير كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طب انت حاطط بلان بخصوص الموسم الجديد لنادي الريان؟ اكيد طبعا. بدانا من حوالي من اول شهر رمضان بدانا نظبط مع يعني ناس، وزعنا الادوار زي ما بيقولوا كده،
بدأنا أول حاجة بالكابتن علي بدر، ده مسك عندنا مدير الكرة من الموسم اللي فات. عندنا دكتور اسمه الدكتور خالد مرجان، وده دكتور الفريق الأول، دكتور الخاص بالفريق الأول لنادي تليفونات بني سويف. يعني احنا مش بنجيب أي حد اللي هو نظام سبوبة أو نظام شغله والدنيا دي، لا، احنا بنجيب ناس عندها كفاءات عالية عشان نقدر نطلع لعيب مميز، نقدر نرفع اسم النادي بتاعنا. طب هايل. طب احنا بنتكلم طبعا في صور لنادي الريان، وانت طبعا لتدريبات لنادي الريان موجودة طبعاً. يعني عاوز اقول بقى يعني الناس عاوزة تعرف نادي الريان هيكون في المحافظات ولا هيكون متخصص بس لبني سويف؟ لا طبعا هيبقى في جميع المحافظات. احنا السنه دي وفرنا سكن للعيبه، لان احنا الموسم اللي فات كان عندنا لعيبه من محافظه المنيا ولعيبه من اسيوط ولعيبه من القاهره ولعيبه من الفيوم. كان طبعا موضوع برضو السكن كان برضو مبوظ الدنيا شويه عندنا في النادي. السنه دي الحمد لله قدرنا نوفر سكن، وسكن محترم جدا لاي لعيب مغترب بره محافظه بني سويف. انت ناوي تلعب القاهره ولا تلعب في بني سويف؟ لا طبعا القاهره ان شاء الله. القاهره يعني. طب انت هتشهر امتى عشان نعلن بقى بشكل كبير ويكون في احتفال؟ ان شاء الله خلال الموسم ده ان شاء الله باذن الله. انت داخل على تقل يعني؟ ان شاء الله في ناس يعني ان شاء الله واقفه معانا الفتره اللي جايه، فان شاء الله ادينا في ايديهم ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. كابتن سيد، انا بقى عاوز اعرف بقى منك، انت الفتره دي فتره ان احنا في رمضان، وطبعا فيروس كورونا يا رب ينتهي على خير ان شاء الله. انت تدي بقى تعليمات للناشئين والمراعم تقول لهم ايه؟ انا اول حاجه طبعا بحاول ان انا اطلع اللاعب من اللي هو الكابت اللي فيه او الاحباط اللي هو فيه، انه يوصل لمرحله ان شاء الله الموضوع ده هيعدي باذن الله وهيبقى يرجع احسن من الاول. فطبعا بقول له هم عباره عن حاجتين، تمرين اللي هو العادي اللي بتاعنا طبعا مساحات والكلام ده، فطبعا بيبدا ايه يشتغل اللي هو الشغل بتاعه العادي اللي هو شويه ضغط شويه شغل فني مثلا وفي البيت بالكوره كده. وطبعا بقول لهم احسهم على حاجه ان هم خلاص ما يتضايقوش اكتر ويحاولوا يطلعوا اكتر كده ان شاء الله. يعني ان شاء الله باذن الله. يعني انت بتقول لهم طبعا تديهم كورس الفتره اللي فاتت دي كلها عشان يتجنبوا الامراض ورمضان والصيام؟ طبعا اهم حاجه طبعا زي الاعلام بتاعنا ما شاء الله ناجح جدا ووصل لنا المعلومه الصحيحه، فطبعا الايد وكل ده احنا وصلنا كل الكلام ده، فطبعا اللعيبه كلها عندها وعي بكده، فما شاء الله مهتمين بكده ان طبعا النظافه والحاجات دي هي اللي بتنجي من المرض اللي احنا موجودين فيه حاليا، وربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله. كابتن زياد، انت بتتمرن بقى دلوقتي في البيت ولا بتتمرن في النادي ولا بتتمرن في ايه؟ ولا بتسمع كلام بابا ولا بتتمرنش خالص وعاوز بقى تكبر كرش وتعمل كرش ولا ايه بالظبط؟ فهمني بتعمل ايه في رمضان؟ لا طبعا بشكر والدي عشان هو دايما هو اللي بيخليني اتمرن واعمل كل حاجه، هو اللي موصلني لكده يعني. طب تعمل ايه في الايام دي؟ بتتمرن ولا ايه؟ بتمرن في البيت، بتمرن بالليل كده بعد الفطار بتمرن شويه. وبعد كده كانت تعليمات كابتن سيد. طبعا معانا مكالمه تليفونيه لكابتن صلاح ونيس. اهلا بيك يا ابو الكباتن. اهلا سلام يا ريس، اخبارنا يا كابتننا؟ بصحتك طيب. اهلا بيك يا كابتن صلاح. كابتن صلاح بدر طبعا، بقول كابتن صلاح بدر واقول علم من اعلام بني سويف. الله يخليك يا فندم، متشكر. اهلا بيك يا ابو الكباتن، كل سنه وحضرتك طيب ونورتنا وشرفتنا في مداخله تليفونيه في عبر برنامجك الدنيا الاحتراف. اهلا وسهلا بحضرتك، سنة طيبين وبالتوفيق ان شاء الله وقصه اعداد وحضرتك. ربنا يخليك. طبعا انا كان معايا النهارده في البرنامج كابتن احمد طلب وكابتن سيد تريكا من ابناء بني سويف، ومعايا طبعا موهبه فذه وكبيره جدا 11 سنه من احد ابناء نادي الريان. انا عاوز اعرف بقى بني سويف الفتره الجايه اللي ليها ايه بقى؟ ايه الفتره الجايه بقى؟ احكي لنا بقى حاجه حصريه. فرع بني سويف او محافظه بني سويف لكره القدم، انت تعرف ان ولاده بالنجوم في الدوري الممتاز الف طول عمرها من بدايه الله يمسيه بالخير كابتن علي خليل لغايه المنظومه الموجوده حاليا في الدوري الممتاز. احنا عندنا في فرع بني سويف حضرتك جميع المسابقات شغالين فيها، وبنعمل دورات تثقيفيه سواء للحكام عن طريق الاتحاد المصري لكره القدم. عندنا مجموعه موهوبه فعلا، كابتن طلب وكابتن تريكا دول فعلا عاملين مجهود جامد في نادي الريان، وطبعا انت عارف ان هم نادي الريان تابع لمحافظه الجيزه. اكيد هم من ابناء بني سويف، فهم متميزين في الشغل الرياضي والاداء الرياضي. وعندنا مواهب كثيره في المحافظه، ولسه كابتن اتمنى ان هي تاخد حظها في كره القدم، لان انت تعرف ان المجال بقى صعب وبقى فيه اعداد كثيره. أكيد. وكل المصريين عايزين يبقى زي كابتن مصر الدولي الكابتن محمد صلاح، واتمنى ذلك بإذن الله. وطبعا انا بشكرهم على المجهود اللي عاملينه، وبقول فرع بني سويف جاهز لاي نادي في محافظه بني سويف للاشتراك في جميع المسابقات.
لاننا الحمد لله رياضيين ومسؤولين وبنعرف مدير العمل الرياضي على احسن وجه كمان. ده طبعا دي رساله كبيره جدا وكلام عظيم من معاليك طبعا. شكرا وكل سنه وحضرتك طيب، واتمنى طبعا ان يكون نادي الريان يتم تشهيره الفتره الحاليه ان شاء الله. اتمنى طبعا، ودي حاجه كويسه وحاجه بتساعدني، ودي هيبقى اضافه للمنظومه الرياضيه في اي محافظه وفي اي فرع لكره القدم بتاعت الريان ان شاء الله باذن الله. طبعا في خلال قد ايه يتم اشهاره؟ انت لو خلص الورق بتاعه ممكن في خلال قد ايه يتم اشهاره؟ لو خد الملف تمام التمام في بيانات، احنا بندي بالبيانات المطلوبه، بياخد ويملى ونخلص وبنشره على طول، بنجيب موافقه الاتحاد والمديريه الشباب الرياضه اللي هيبقى تابع ليها. سهله جدا، خلي بالك، بس هو عايز ايه؟ استمراريه وفي انهاء الاجراءات الرسميه، مش اكتر من كده. طبعا كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم، نورتنا وان شاء الله باذن الله مستنيينك ان شاء الله قريب قوي في برنامج مدمنين الاحتراف. تحت امرك في اي وقت، تحت امر حضرتك كنت متشكر، وتحياتي لحضرتك وللجميع. تحياتي كابتن صلاح، تسلم لي يا فندم. طبعا كابتن احمد، كابتن صلاح طبعا اداك طبعا يعني جرعه نشاط. اكيد طبعا، كابتن صلاح معروف في بني سويف وفي الصعيد عامه ان هو شخصيه محترمه، شخصيه مساعده، شخصيه بيحب يساعد الناس، دايما سباق للخير خصوصا في المجال الرياضي، يعني واقف مع كل الرياضيين في محافظه بني سويف مش نادي الريان فقط. اكيد. اقول بقى كابتن سيد، تحب تقول ايه بقى لكل الناس اللي بتشوفك دلوقتي؟ ايه الرساله لكل اللاعبين اللي عندك؟ انا طبعا بحب اوصل لهم حاجه، ان اللاعب لازم يبقى عنده طموح انه يوصل للمكان اللي هو يستاهلها او يحاول عشانها ويتعب عشانها. مش معنى ان انا ما لعبتش ماتش او ما لعبتش ماتشين او حسيت ان انا يائس ان انا اقعد في بيتي واقول لا انا مش هلعب كره تاني وابطل والمدرب ده مصقصدني. لا، لكل لاعب لازم يبقى عنده هدف يوصل له مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الاماكن البعيده ومهما كانت ايه، لازم يحاول ويتعب ويوصل ويجتهد لحلمه. اكيد. كابتن زياد، ايه الرساله تحب توجهها لكل اللي بيشوفك دلوقتي؟ بقول لهم لو كل واحد عنده موهبة لازم يطلعها عشان إن شاء الله هيوصل للحلم اللي هو عايزه بإذن الله رب العالمين. أنت تحب بقى تكون محمد صلاح، يعتبر هو محترف بره لكن أنت هنا في مصر، أنا قلت لي طبعا رجال زملكاوي، مين بقى عشان بس الأهوية والزملكاوية ما يكونش فيه حساسية، أنت تحب مين زي يكون زي الأهلي؟ أكون إيه؟ تحب مين من النادي الأهلي تكون زيه؟ النادي الأهلي ولا زملكاوي بس؟ حسين الشحات. حسين الشحات؟ نعديها حسين الشحات. كابتن احمد، ايه الرساله تحب توجهها لكل المشاهدين اللي عندك وتقول لهم ايه؟ بقول لهم ان اي لعيب مهما واجهته صعوبات لازم يتفوق عليها بالصبر والاجتهاد، وانه يراعي ربنا في اي حاجه بيعملها، سواء في تمرين، سواء في معاملته مع اهله في البيت، لان المعامله الخارجيه اللي بره الملعب بتفرق جدا في الناحيه التوفيقيه للاعب داخل المستطيل الاخضر. بمعنى ان انت طول ما انت بره اهلك ملتزم، بره اخلاقياتك كويسه مع الناس بره، صدقني مليون في المية ربنا هيديك، لأن ربنا ما بيديش إلا الإنسان الكويس. زائد إن طبعا تعليمات المدرب والأمور الفنية دي طبعا حاجة لا يختلف عليها يعني إن شاء الله. أنا عايز أقول لك يا كابتن محمد فضل. طلب يعني طبعا ده أنت مشرفتنا حبيبي أبو كباتن. طبعا في لعيبة جدا نفسها تشوف الفيديوهات، صورها على الفيديوهات طبعا، والله نزلت على فكرة لو يا أستاذ نور لو في حاجة ممكن تنزلها تاني بعد إذنك. بالنسبة للفيديوهات بني سويف، في جون عالمي جدا، يعني ما بيجي قليل جدا في الكرة المصرية إنه يوصل لإن ناشئ عنده 11 أو 12 سنة يحط الكرة بالطريقة دي بوش رجله ويوديها في البعيدة تروح في المقص، والجون ده كسبنا ماتش الاولمبي. تمام. يعتبر جاب لنا ثلاث نقط. اسمه ايه بقى عشان نقول له شكرا على الهواء؟ اسمه كابتن كريم شعبان. كابتن كريم شعبان. كريم شعبان، لاعب 2006. طيب انت تحب ايه بقى تقول لكابتن كريم شعبان ان هو اللعيب اللي عندك؟ طبعا الكبير. طبعا كريم زيه زي زمايله، بس هو عنده موهبه. الجون اللي جابه ده طبعا شهره جدا جدا جدا، وهو جابه جون في نادي زي البطل الاولمبي، نادي كبير، وان هو يكسبنا ماتش 2-1 بره ارضنا بالطريقه دي، فطبعا هو اكيد لاعب اعصابه ما شاء الله، يبقى ليه مستقبل ونواه كاب عن منتخب مصر. وبرده عشان السنه الاول هو عنده 12 سنه. الله عليك، الله عليك. فطبعا يا كابتن حاجه يعني حاجه كده بارزه. الفيديو لو اتعرض ده هيبقى ان شاء الله هو لاعداد دوت ان شاء الله. طبعا حاجه انت يا كابتن محمد هتتوهب، يعني هتشوف حاجه كده تحس ان انت شفت موهبه كبيره طالعه من الارض المصريه. اكيد طبعا، عشان كده بقول نادي الريان موهبه حقيقيه. وعاوز برده اتكلم برده اخص بالاولياء الامور، الساده اولياء الامور، ان احنا نادي استثماري. يعني لازم نحط الشك ده، احنا نادي استثماري، فاحنا ان احنا عملنا دور وصعدنا حاولنا نطلع مواهب كتيره من بره ومن هنا ومن هنا ومن بني سويف، بنشوف مليئه بالنجوم والمنيا مليئه قبل النجوم. بس احنا كمدربين مشكلتنا ان احنا بنبقى عاوزين الحاجه السهله او الحاجه اللي هي ايه جات لنا خلاص. لا، في لعيبه جدا في الكوره وفي الارياف موجودين، ولو عدينا منتخب مصر هنلاقي من احسن اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر اللي هم جايين من كره الارياف.
فلازما عشان كده بتحيي طبعا اهل بنسويف. اهل بنسويف طبعا دول حبايب يا كابتن ودول دول فوق دماغي طبعا لهم ان انا وطبعا والدي ووالدتي وجماعه كلهم لازم اشكرهم واهلي وقريه دموشيا طبعا اللي انا منها فلازما اللي ما يشكرش اهله يبقى ما يسالش شغل طبعا من اي حد ما يقعدش على الكرسي فانا طبعا بالنسبه لي قريتي هي حياتي ومحافظه بنسويف بالنسبه لي اتمنى لها ربنا يرجع طبعا الشعب المصري كله ويطلع عنه الغمه دي. وطبعا بالنسبه للبنسوفيه كلنا طبعا عارفين حاله الكابتن عمرو ان احنا اتكلمنا على القطر واستضافوا القطر كامل. فطبعا بنسويف اهل الكرم وانا بحب اشكر كل طبعاً الناس أهل طبعاً. وبحب اشكر كل الساحه الرياضيه اللي موجوده في بنسويف وطبعا زمايلي المدربين اللي لازم نديهم الشكر كله أكيد. طبعا كابتن محمد ابراهيم والكابتن ابراهيم ابو الدهب صاحبنا الانتيم اللي هو اشتغل في المجال ده مدرب حراس مرمى عنده جوز لعيبه هنسمع عنهم كلنا بإذن الله. خبر جامد جدا واحد فيهم ان شاء الله منتقل لسموحه لهذا الموسم باذن الله بعد العوده دي. وطبعا عشان برضو اخلص كلامي واقول كله طبعا عارف ان انا خامت على كابتن محمد شويه لا براحتك كابتن بس انا بحاول ادي برضو كل واحد حقه انت ده لازم نورتنا بصراحه حبيبي يا كابتن والله بجد. كابتن زياد بقى قول بقى حاجه بقى حلوه قوي لاهل بنسويف. بقول لهم لازم تستمروا في كل اللي انتوا عايزينه أهل عشان بنسويف. مش اللعيب بنسويف اهل بنسويف اهل بنسويف بشكرهم وبحبهم جدا جدا عشان هم اهلي وناسي. ايه الرساله توجهها لاهل بنسويف في اقل من ثانيه؟ اقول لهم ان شاء الله ربنا يرفع عننا البلاء دي وبخص برضو بالذكر قريتي قريه بن عفان برضو لان هم اهل وناسي هم لهم الفضل الكبير عليا طبعا في الوصول للي انا فيه ده ان شاء الله باذن الله. طبعا شكر خاص لكابتن احمد طلب رئيس مجلس اداره نادي الريان اهلا بك نورتنا ان شاء الله اكيد في حلقات تانية ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن. وطبعا كابتن سيد طبعا نورتنا وشرفتنا وان شاء الله في حلقات جايه ان شاء الله باذن الله تعالى. كابتن زياد نورتنا وشرفتنا يا كابتن مصر وان شاء الله موهبه فذه وجميله. طبعا بعد الفاصل هنشوف بقى الموهبه الاحترافيه المصريه اللي راحت تركيا بالتحديد تركيا ورجعت مره اخرى وظهرت معانا النهارده هيكون موجود ويحكي عن التجربه الاحترافيه اللي حصلت. انتظرونا بعد الفاصل.